لقاءات روحية تقدم البوق الروحي، فقرة أرثوذكسية يومية، اليوم وكل يوم ما عدا الأحد. تتذكرون أيها الأحباء أننا استمعنا في حلقة سابقة من البوق الروحي إلى قصة ظهور القديسة الشهيدة إفيميا لقديسنا المحبوب أبينا البار المتوشح بالله الشيخ فيلسوف الأثوسي في خضم مشكلة كانت تعاني منها الكنيسة، وساعدته على فهمها ونصح المطارنة الذين أتوا إليه طالبين العون. لقد صلى القديس بايسيوس خاصة إلى القديسة إفيميا من أجل هذه المشكلة، كيف لا؟ وهي التي أظهرت الإيمان القويم في المجمع المسكوني الرابع في عجوبة رائعة نقيم تذكارها اليوم. لما اجتمع الآباء 630 في المجمع المسكوني الرابع خلقدونيا عام 451 في البازيليكا الفسيحة للقديسة إفيميا، كان سعي الآباء إلى دحض الأهراء الهرطوقية، والتماسا لحكم قاطع من الله في هذا الشأن، طرح البطريرك القديس أناطوليوس أن يحرر الفريقان كتابا لكل منهما يضمنه دستور إيمانه الخاص به، وأن تجعل الوثيقتان في الصندوق الذي يضم جسد القديسة إفيميا. فلما وضع الكتابان على صدر القديسة ختم الصندوق وانصرف الآباء إلى الصلاة. بعد 8 أيام عاد الجميع إلى المكان، فما أن فتحوا الصندوق حتى اكتشفوا أن القديسة كانت تضم كتاب الإيمان الأرثوذكسي إلى صدرها، فيما وجد كتاب الهراطقة عند قدميها. وثمت رواية قديمة أخرى لما حدث، مفادها أن الآباء جعلوا الوثيقتين في الصندوق، وللحال مدت القديسة يدها وأخذت كتاب الإيمان القويم وقبلته وسلمته إلى الآباء. وفي الرسالة التي كتبها آباء المجمع القديس لاون الأول الرومي قالوا: إن القديسة شهيدة إفيميا إذا اقتبلت منا التحديد العقدي قدمته إلى عريسها بواسطة الإمبراطور والإمبراطورة باعتباره الإيمان الذي تدين به، فثبتت باليد واللسان المرسوم الموقع من الجميع. ترينا هذه الأعجوبة بحق أن القديسين أحياء حتى بعد رقادهم، وهم يسمعون صلواتنا ويكتنفون بستر وقايتهم كل من يلوذ بحماهم. كما أظهروا المحبة أثناء حياتهم أظهروها بالأكثر بعد رقادهم. فبعد قرنين من استشهادها قدمت الشهيرة إفيميا اعترافا آخر بإيمانها بعدما قدمته بواسطة الاستشهاد: لقد أبهجت جدا المستقيمين الرأي وخذلت ذوي الرأي الوخيم يا إفيميا بتول المسيح الجميلة، لأنك قد أثبتت المعتقد الحسن معتقد آباء المجمع الرابع. فيا أيتها الشهيدة المجيدة ابتهلي إلى المسيح الإلهي أن يمنحنا الرحمة العظمى. خلصنا